لم تكن الخلافات داخل داعش حديثة، بل رافقت هذه الخلافات التنظيم منذ تأسيسه. سرقات وإخفاء مبالغ كبيرة من الأموال، تصفية أسماء وشخصيات بارزة في التنظيم بظروف غامضة، والكثير من الأمور حدثت داخل التنظيم لم يعرف أسبابها الحقيقية أو تم التستر عليها من قبل التنظيم. أبو جليبيب، منشق سابق عن داعش، كشف لأخبار الآن عن إحدى هذه السرقات وما تسببت به من خلافات داخل التنظيم. بأمن اعتقل مجموعة شباب شخص عندنا من زاد من منطقتنا، هو مو دولة زلمة، كان جبهة نصرة. بعد ما انشق أمير جبهة النصرة برأس العين، راح بايع الدولة، استلم وزير النفط أنصاري هو، فخبر على هذا الشخص أوضاعه تعيسة، وبعد ما طلعت جبهة النصرة من رأس العين سحبت، فأخذوا له عنده على الشدادي. فالرجل هذا سلمه محاسب بير قبيبة، أحد الأبيار قبيبة، برجعته من البير تتلقى عصابة. بعد مرور وقت من الدولة يعني اختفت العصابات، ما ظهر هذا تشليح أو خطف أو اللي تعودنا عليها يعني. فتشيلوا معاه 15 مليون ليرة سوري، تأخذ منه المصاري وزدته عند جسر الأبيض، جسر الأبيض بعد الشدادي. فالموضوع هذا انتشر بين عناصر الدولة، أكثر حكينا صار به، فاتهموا به مجموعة الأمنيين إنه ما حد يقدر يقوم بهالعمل هذا، حصل بده يكون عنصر دولة يعني أو مطلع على الوضع. فاتهموا به المجموعة الأمنية التابعة للنقطة الأمنية بالشدادي. فصارت كثير مشاكل من وراء الموضوع هذا. فاحنا كعناصر لفت نظرنا الموضوع هذا وتحاشينا به كثير، انه ما يجوز الرجل مخطوف والعالم كلها، وانه بيع عمال بيع 20 عامل بالبير، وبي الناس اللي تجي تشتري نفط اكثر من 200-300 سياره شاهدين انه الجماعه اقتحموا. وين الجماعه هاي؟ اذا جيش حر ما ظل، نصره ما ظل، ما ظل غير دوله. فالكل سوى مثل الاستعصاء انه لازم تعرفون الناس هاي اللي اجت شالت الرجل، شالت معاه المصاري وشالت سلاح واقتحمت الموقع هذا، لازم تكون المجموعة الأمنية ما حد يقدر على العمل هذا، ما حد حر التصرف او التنقل بين مناطق الولاية الا الأمنيين. هذا اكثر موضوع. وشو صار؟ لا الموضوع ستر عليه وتلفلف وراح.